هو المواطن وقت نعم تتمثل الواحد. نعم انا نحب نقول في الديمقراطيه ايش فما؟ فما الاعلام اللي هو يلزم يثبت في يوضح. يوضح، ايوه فما الحوكمه الرشيده اللي هذه ثقافه جديده كيف ندير الاملاك الدوله وكيف ندير المؤسسات الدوله، وفما شعب يراقب. فما شعب يراقب وله معناها القدره على انه نعم يصحح اعوجاج نعم خلينا ناخذ انا عناصر من الشعب اللي تحكي عليه سي كمال، وسعداء بانه فما برشا من التليفونات تحب تكون موجوده معنا اليوم في زدني علما. نفسحلها المجال ونمشي لخونا عمار من المتلوي. مرحبا بك سي عمار. اهلا وسهلا بك سي عمار. وبيك سينيور. مرحبا. وبيك. تفضل. معناها توا اللي بخرج ما خرجش للشارع عندكم. ايوه. هذوك اللي كسروا فيهم راهم صغار ما يعرفوش الاوقاف. لا وصلنا الكبار، وصلنا الكبار، فما شكون جاوبنا الاجابات الصحيحه زاد سي عمار. اي لا، والاوقاف هي فيها فوائد كبيره. باه. كانت قبل موجوده في المساجد، يمولوا منها في المساجد، يمولوا منها في ناس معناها ايتام، يمولوا منها في برشا مشاريع معناها خيريه. اي نعم. والاوقاف هي فيها معناها اكبر فوائد، معناها ان مات اللي نحى هو نحتها وقت اللي هي الاستقلال، جاء كي جاء الاستقلال نحوها واللي وزوها وبعد حطوها لك جماعة المقاومين وعطوها لك جماعة اللي كانوا في الحزب، حزب قبل الحزب الدستوري والحزب اللي الأخير. نسيته نسيته أنت نسيته. التجمع ما فيش ما عملوا لنا ما يخلي لك. علاش هما نحوه ما عادش فيها فوائد، يعني مش تركوه ولا ما نعرفوا منا ولا ما الناس مش قايمه، لا قاعده قايمه واللي شيء ما يعمله ما الاوقاف هذيك يعملوها ما نقولوا احنا احباس. ايوه قبل كنا نسموها حبس. اي تتحبس في الحي هذيك للشيخ الفلاني ولا للمسجد الفلاني ولا البقعه الفلانيه. نعم يعطوا منها يقوموا بها يخدموا بها. اي نعم فيه من مفيد فيه فوائد. اذا كلام ضيوفك معناها هم قاعدين يشرحوا لك وقاعدين يعطوك فيها معناها فما فوائد كبيره. انت مع الاوقاف اذا ومع عوده الاحباس في تونس سي عمار؟ انا معاها خاطر نعرفها ونعرف الفوائد نتاعها اللي كانت لاحقه. عشتها معناها، عشت الفتره هذه نتاع الاوقاف والاحباس قبل 57. يرحم والديك يا نوري. يعيشك. انا نعرفها انا. وانا الاول، انا الاول من ضعيف في الحاله، ضعيف. نعم. في الحاله وكان شعقتني في الاوقاف هذيك. ايوه لو كان جبت اوقاف موجوده اليوم تلحق ناس ياسر من الضعفاء من الشعب التونسي، يا معناها تو ناس قاعده بطاله وناس قاعده معناها مخصوصه وعائلات قاعده معناها محتاجه ويتام قاعده يعني مربي بحالها. نعم هذوما كل من فايق بهم هذوما. يعطيك الصحة سي عمار، نشكرك على التدخل الطيب اللي أتحفتنا به اليوم في زدني علما، وتحياتنا ليك ولكل مشاهدينا في المتلوي. من المتلوي نمشي إلى تونس العاصمة مع سي منير معنا مباشرة من تونس. أهلا وسهلا بك سي منير. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سي منير. قبل كل شيء أشكر هذا البرنامج القيم. يعيشك. الذي أتاح الفرصة لإحياء حكم من الأحكام التشريعية الإسلامية. نعم. وإحياء سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أشكركم وأرحب بالحضور الذي معكم. كما تعلمون أن الوقف في اللغة هو الحبس، يقال وقف ويقف وقفا، اي حبس ويحبس حبسا. نعم. وفي الشرع هو حبس الاصل وتسبيل الثمره، اي حبس المال وصرف منافعه في سبيل الله. وهناك انواع فيه، والحبس او الوقف هو شرع شرعه الله سبحانه وتعالى وندب اليه وجعله قربة من القرب التي تقرب بها إليه. وهذا المشروع الذي شرعه الله هو في الأصول ما يسمى بالمندوب المطلوب فعله.
المطلوب فعله هو. نعم فعله هو. نعم. المطلوب فعله نعم. نعم ما المندوب؟ المطلوب فعله. والمندوب له ثلاثة أقسام. نعم. مندوب مطلوب فعله، ومندوب مشروع فعله، ومندوب زائد. نعم هذا من السنن المؤكدة التي أكد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. الوقف من السنن المؤكدة. إذا مات ابن آدم. نعم إذا مات ابن آدم انقطع إلا من ثلاث. نعم صدقة جارية، أو ولد يدعو له، أو علم بثه في صدور الرجال ينتفع به. بقى سي منير رجاء شوية قبل كل شيء جاهد، لأن صدق. هناك الحوار فيه تحريف أو جهل بالواقع المعاش والواقع الذي وقع في عهد بورقيبة وفي عقد الصعبان. أيوة احنا عشنا التاريخ، عشنا الحمد باشا باي ومنصر باي، وعشنا لمين باي، وعشنا بورقيبة، وعشنا المخلوع، وهو نعيش توا نكرسوا في المجتمع توا. لكن هناك تحريف في الوقائع عشناها ونعرفها وكيف ألغي، وما هي الأسباب التي ألغيت من أجل الأحباس والوقاف. شنو هي الأسباب؟ أسباب عديدة. أعطينا أبرز الأسباب سي منير. أبرز الأسباب. أي. قبل كل شيء المسألة السياسية قبل أن تكون مسألة قانونية. نعم. أن الاستعمار لما عجز عن ضرب العقيدة الإسلامية في تونس، لما عجز أوكل المهمة إلى من أوكل إليهم الحكم في تونس. نعم. وشرطوا عليه شروط هي موجودة في رأسي في باريس. هذه الشروط من بينها هي إلغاء التعليم الزيتوني في تونس. فبورقيبة بحيلة من فرنسا نظرا من زاوية التمويل، تمويل المشايخ وتمويل الإطارات. نعم. وتمويل الفروع التي في تونس، وهي تعد أكثر من 25 فرع، وهناك فرعان في الجزائر، والأوقاف أيضا ليست في تونس فقط، هناك أوقاف في خارج تونس، في الجزائر، في مصر نفسها ثم أوقاف لجامع الزيتونة، في لبنان ثم أوقاف في جامع الزيتونة، في سوريا ثم أوقاف باسم جامع الزيتونة، حتى في أوروبا، في مكة والمدينة. نعم حتى في أوروبا في مكة والمدينة. في مكة والمدينة ثم أوقاف أملاك باسم جامع الزيتونة. عن المكان العزيز يمشوا من هنا إلى المدينة أو إلى مكة في الحج، عندهم أمكنة ينزلون فيها. هذا فيه. عندك الأملاك الأوقاف الموجودة على ذمة جامع الزيتونة في الخارج أكثر من أضعاف الأضعاف اللي هي في تونس. تونس تجمع تقول العشر بتاع الأوقاف الموجودة خارج تونس. إذن هالمشروع اللي قدموه توا قاعدين يعملوا في صيغة باش ما ينسحبش القانون هذا على السابق، ينسحب كان على اللاحق أي على ما يأتي. السابق إذا كان أنت يا سيد تلوج في صيغة باش تنحي باش ما يقعش القانون ليس له أثر على السابق، على الأوقاف السابقة، وتجعل القانون اللاحق، هذا غلط كبير. منين كيفاش باش نرجعوا الأملاك والأوقاف تاع الخارج؟ زيد فسر لنا، زيد فسر لنا الملاحظة هذه يا سي منير، زيد فسرها لنا، زيد فسرها لنا أكثر. نعم. زيد فسر لنا ذلك أكثر، زيد فسر لنا هذايا بشكل دقيق أكثر، ما معنى السابق واللاحق؟ السابق واللاحق أو أن هذا القانون قاعدين يلوجوا في صيغة باش الأوقاف السابقة اللي قبل ما يصدر القانون هذا باش ما باش ما يطالبوش بها. شكون هذوما؟ شكون هم هذوما؟ شكون؟ من هم؟ هذا تو في المجلس التأسيسي قاعدين يلوجوا في صيغة باش يكون هالقانون ليس له تأثير رجعي، ليس له تأثير رجعي، حيث الأوقاف اللي مشات ضربها بورقيبة مشات. أنا تو ننقل لك السؤال هذا لسي كمال بعد شوية، تو ننقل لسي كمال يحاول يجاوبنا عليه. سؤال باش يجاوب عليه. لا هو في اللجنة، هو في مازال. لا لا نعم. هي وزارة الشؤون الدينية نفسها فيها مشبوهة. نعم. لأن وزارة الدينية هذه كانت أصلها إدارة الشعائر الدينية مش وزارة الشؤون. نعم. أي دين هذا؟ فهي وشاعة الأديان فيما بينها. نعم. أنا دين في المسيحية، في النصرانية، في اليهودية. أنت طرحت لنا هي نفسها يجب تلغى. لأن الأوقاف الإسلامية لا يمكن أن تصرف للمسيحيين وغيرها. أوقاف إسلامية ناس وقفوها يبتغون بها الأجر والثواب بعد ما ينتقلوا إلى للبلد. سي منير وسمعناك. الدينية هي أحدثها اسم بورقيبة، أحدثها الاسم.
نعم اسمعني اسمعني يا منير، انا جاوب في امور تاريخيه وعلميه واقعيه. نعم مانيش نعم. نجيب مانيش نجيبه في امور تافهه او مجرد دعوات عاطفه تمشي. لا، هذا واقع مرير عشناه في الاستعمار وعشناه من نظام البورقيبي ومن نظام مخلوع. اذا سؤالك تحديدا يا سيمونير، 50 الغى في الاوقاف بامر علي بامر بي. اي سؤالك تحديدا توا سيمونير احنا نسمعوا فيه. التعليم الزيتوني وضرب يا سيمونير التعليم الديني في تونس. يا سيمونير هل هناك سؤال دقيق تسمع فيه ولا عاد اسمعنا شويه سيمونير؟ والله اسمع فيه. اي كان تسمع فيه اسمع عليك رجاء، كان ثم سؤال دقيق تنجم تطرحه على ضيوفنا الكرام مرحبا بك، معناها احنا سعداء بانك تدخلت معنا وافدتنا برايك وبالمعطيات اللي قدمتها فيما يتعلق بمساله الاوقاف، اما اذا كان ثم سؤال دقيق مرحبا به. اما تحب تطمس المعالم التاريخيه لا لا تتفضل اعطينا السؤال. لا سؤالك اذا كان ثم سؤال مرحبا به. انت تحب تظهر منظر تاريخي. نعم. تحب تبرز التاريخ والقانون التاريخي ولا تحب لا 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 نطمس لا نطمس احنا فسحنا المجال بكل حيل. لازم الشعب التونسي يعرفها كمان. نعم. كمان تكميم الافواه، اذا كان قناه صادقه بالمجد اسمع التاريخ. يا خويا نسمع فيك يا سي منير، راه نسمع فيك وقلت لك كان عندك سؤال دقيق تفضل مرحبا بك. بالعكس فتحنا لك المجال. السؤال فيكم امور تاريخيه ما حبش تقبلها. نعم. اي ما فما مكالمات اخرى سي منير نحب نفتح لها المجال. هذه لا دخل لها في الاوقات. باه واضح واضح الفكره وصلت. واضح الفكره وصلت. مع التحيه والتقدير ليك سي منير، معناها يحب سي كمال المتدخل اللي حاضر معنا يقول لك مش وزاره الشؤون الدينيه هي اللي تشرف عليه. هذا مقترح من المقترحات. نعم. والقانون مازال لحد الان لم يسن بعد. نعم. هو في طور المناقشه هكا ولا سي كمال؟ نعم. على كل حال انا اللي نشك فانه المتدخل هو اسمه سي منير. حسب الصوت نتاعه هو امام جامع الزيتونه الشيخ حسين العبيدي. والموقف نتاعه انه هل هذا القانون ينسحب على اوقاف التي يطالب بها ويعتبرها أوقاف تابع جامع الزيتونة. نعم. هذا القانون هو قانون ليس له مفعول رجعي على الأوقاف الأخرى. يعني كل ما وقع تحبيسه معناها تصفيته ورجوعه إلى أملاك الدولة هذا لا سبيل إلى أن القانون هذا يتدخل فيه. يعني مسألة الإلغاء يعني والأحباس معناها متواصلة. ولكن نحن بهذا القانون نريد أن نؤسس إلى أوقاف جديدة وأحباس جديدة، وحتى نحن نطمح أنه ممكن في المستقبل تصبح هناك أوقاف ولكن ليس لجامع الزيتونة على مستوى المؤسسة العلمية ولكن لجامعة الزيتونة، لأن جامعة الزيتونة هي الامتداد الطبيعي والأصلي والتاريخي لجامع الزيتونة. نعم. إنما إذا كانت هناك أوقاف لجامع الزيتونة فالدولة هي التي تشرف عليه من خلال وزارة الشؤون الدينية. نعم. وشرف لوزارة الشؤون الدينية ولوزيرها أن تم هذا المشروع على يديه وأيدي الأخوة الذين يعملون في هذه الوزارة. نواصل مع تليفونات، قلت فما برشا تليفونات نحاول نفسح لها المجال معنا اليوم قدر الإمكان، لأنه فما أيضا ما يمكن أن نستمع إليه اليوم في زدني علما. وحيدة من صفاقس مرحبا بك. ألو على السلامة. مرحبا بك ألا وحيدة. قبل كل شيء نشكركم على البرنامج وعلى الموضوع هذا بالذات. يعيشك شكرا. يعيشك. أنا عندنا أملاك تابعة سيدي صالح طريق تونس. أيوة. الأملاك هذه معناتها تحل الحبس عام 61 وخذينا البعض من الأملاك نتاعنا، وتبقى يقال أنه عندنا أملاك أخرين في البلاصة اللي عملوا فيها طريق السيارة السائق المساكن. أيوة. إلى حد الآن معناتها ما عرفناش كيفاش نكملوا ناخذوا بقية المستحقات نتاعنا، ما عرفناش لشكون نتوجهوا. كانت عندنا امرأة من العائلة قامت معناتها بالأمور هذه وكل شيء، لكن هي توفيت الله يرحمها، وإلى الآن ما عرفناش كيفاش ناخذوا بقية مستحقاتنا من وزارة التجهيز ولا مش عارفة معناتها من عند شكون مش ناخذوها. معناتها
صراحه معناتها اذا كان عندنا حق فيها. سي كمال تو كان كي يعطينا بعض المعطيات المتصله بهذا السؤال. سي كمال والله الموضوع هو يتعلق بقانون تصفيه الاحباس. تصفيه الاحباس نعم، هو تصفيه الاحباس يعني لازمك تكون تعرف من عام 56 معناها 31 ماي وقع الامر العلي هذايا، والتو مازالت ما انتهتش الدولة من تصفية الأحباس لعديد الأسباب، منها الحالة اللي تحدث عليها أختنا المتدخلة اللي بعض القطاع الأراضي هذه ممكن وقع فيها تحوز، ممكن وقع فيها حتى الإثباتات متاع الورثة، ممكن بعض المنابات مازالت على مستوى تقسيمها التركة ما تمتش، وهذا عندنا معناه نقص على مستوى المحكمة العقارية في خصوص الخبراء متاع إذن القضاء هو اللي بدأ في المسائل هو الوقت الحاضر. القضاء والمحكمة العقارية، المحكمة العقارية هي اللي قاعدة تقوم بالعملية. نعم. إحنا تحدثنا إن شاء الله. إحنا تحدثنا سي كمال وسي أحمد عن الوقف وفوائد الوقف، واخذين نماذج وأمثلة عن الأوقاف في تونس وفي التاريخ الإسلامي، ولكن الأوقاف أيضا موجودة حتى في الغرب اليوم. نعم. هكا ولا فما أمثلة عديدة. نعم. تدل على أن الأوقاف موجودة في الغرب، فلما في 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 دار الإسلام تلغى الأوقاف؟ خلينا نسأل السؤال هذايا على أهل الاختصاص ثم لنعود معكم مشاهدينا ومع الأستاذين أحمد بوشحيمة وكمال السيد. ترشي اللي بعض نخبنا المتخوفين من عودة نظام الوقف في بلادنا عندهم حق؟ بالنسبة للتخوف هو تخوف مشروع، باعتبار أنه كل واحد عنده حق يتخوف من أي شيء ويقف موقف اللي يعجبه من أي شيء، لكن عندهم حق ولا ما عندهمش حق؟ نحترم تخوفهم انطلاقا من احترامنا لحرية الغير وفي اتخاذ مواقف اللي يراها، لكن هل هو مبرر؟ لا، لا ليس مبرر، لأن الوقف ليس هو أو بالأحرى موقفهم من الوقف هو مبني خاصة على جهل بنظام الوقف وتاريخيته أيضا سواء في العالم ولا في تونس. النظام الوقف ليس بالضرورة هو نظام إسلامي، لأن موجود أوقاف منظمات وقفية في أوروبا حتى اليوم وبعضها ناشط حتى في تونس، من ذلك مؤسستين ألمانيتين معروفتين، مؤسسة كونراد أيدناور ومؤسسة هانس سيدل التي تنشط في تونس وتتبنى تمويل ندوات علمية مختلفة. فما شكون اللي يقول الوقف يرجعنا التالي ويهدد مدنية الدولة واقتصادها، شنو رأيك؟ بالعكس تماما، نظام الوقف لا يؤخر المجتمعات ولا ما كانش موجود في دول متقدمة مثل ألمانيا وغيرها. أيضا يهدد مدينة الدولة؟ لا مش صحيح، لأنه مدينة الدولة بالعكس هو يدعم مدينة الدولة ويجعل المجتمع مستقل في إدارة كثير من شؤونه عن الدولة. والحقيقة أن كما قلت هو مبني على الوقف ومبني على الجهل بالتاريخ، تاريخ الأوقاف، لأن الأوقاف في تونس الحقيقة نظمها الوزير الأكبر خير الدين في 1874 بإحداث إدارة الأوقاف وجمعية الأوقاف. وبورقيبة لما جاء وألغى الأوقاف الحقيقة هو لم يتخذ إجراء صحيح، وبورقيبة كل ما ألغاه ليس هو بالضرورة صحيح، كذلك ألغى كل الجمعيات في 1958 منها جمعيات عريقة مثل الجمعية الخلدونية وذلك. نرجع للوقف، بورقيبة لما استلم الدولة كانت جمعية الأوقاف في أسوأ حالاتها. لماذا؟ لأنها خضعت لهرسلة كبيرة جدا من قبل الاستعمار. ما زالت مشاهدينا الكرام حلقتنا معكم متواصلة فيما يتصل بالوقف في تونس، وسؤال لابد أن نوصله في مرحلة الآن من عمر البرنامج، وهو علاقة الوقف بمدنية الدولة، لأنه اليوم فما الكثير من الناس اللي عندهم حرج في مستوى التعامل مع مشروع قانون الأوقاف في تونس، يقول قد يكون هذا المشروع ربما يمس من مدنية الدولة يا سي أحمد، لأنه فما مؤسسات فما هياكل، ولكن يرى أن الوقف قد يمس من مدنية الدولة ويضرب مدنية الدولة. يا سبحان الله، إذا كان المشروع يعني مؤطرا ومقننا
ويخضع لضوابط ولرقابة ولهيئات ولرعاية مؤسسة من الدولة، كيف يكون مناقضا لمدنية الدولة؟ إذا كان أوروبا وأمريكا نجد فيها نظام الأوقاف، نعم، ربما بوش بالخلفية الإسلامية ولكن بالخلفية الإنسانية به. وانت تعرف جائزة نوبل، نعم، للسلام وللعلوم وللآداب وللسلم، هذه جائزة نوبل هذه ما هي شكل من أشكال الأوقاف، مش نوبل حبس مدخول المصانع متاعه لفايت معناها لتشجيع الأدب والسلم في العالم والثقافة والفكر والأدب والبحث العلمي في الفيزياء وفي الطب وفي كل شيء. جاهو شكل من هل يتعارض هذا في السياد؟ السياد معناها أكثر دولة ترعى هالمنظومة هذه، نعم، نجد في كثير من البلاد الأوروبية، فكيف يتعارض مع مدنية الدولة؟ أنا لا أرى هذا، وهذا حديث مردود على أصحابه، وربما سي كمال يزيد يوضح لنا شوية قبل ما ينتهي الوقت، لأنه نعم، ذهبنا الوقت، ذهبنا الوقت والمكالمات كثيرة. سي كمال، يمس هذا القانون مدنية الدولة؟ ما سمعتش. الأوقاف هي منظومة المالية الإسلامية عموما، أيوة، لجزء منها هي السكوك الإسلامية. تعرفوا اللي في إنجلترا وفرنسا يعتمدون السكوك الإسلامية، بحيث ما سمعناش على فرنسا يتحدثوا على أسلمة الدولة الفرنسية، هذه الأولى. الثانية للأرقام، ونجم يرجعوا خيانا الويكيبيديا، عنا 1,427,000 منظمة وقفية في أمريكا وحدها، منها جامعة معناها المستشفى جامعة جونز هوبكينز، أيوة، ومستشفى جونز هوبكينز اللي هو أقوى مستشفى عالمي. زد على ذلك عندك 200,000 منظمة وقفية في كندا، 200,000 في إنجلترا، و 80,000 منظمة وقفية في كندا. ما سمعناش حتى التخوف من هالدول الديمقراطية العريقة أنه تقول والله أصبحت الدولة اليوم دينية. بالله نحب لو كان نحب نختم بحاجة مهمة جدا، فضل. لأنه فما ناس تقول بشي جمدوا هالأموال وكذا، أنا نقول راهو في المشروع هذايا فما حاجة جديدة، نعم، هي استثمار الأموال الوقفية. ونعطيك مثال بسيط، نعم، لو نحن ناخذ صيغة من صيغ الاستثمار الإسلامية هي السكوك، نعمل سكوك الوقفية، وهذا قاعدة يعملوا به أغلب الدول الإسلامية. بين قوسين الدول الإسلامية الكل ما عدا تونس، النشاز ما عندهاش الأوقاف، والدول الغربية كنا نتحدث عليها، معناها نصبحوش نحن النشاز في العالم وما ناش نحبوا نتقدموا بهالعملية هذه. سكوك الأوقاف هذه لو كان الناس تجي تقدم كل واحد 1,500,000 دينار، النجم وصدقني نعمل مستشفى أو مخبر طبي صيدلي يكتشف الطب، يكتشف دواء لمرض أصبح خاصية تونسية. أنا قريت الرقم هذايا فعلا يعني أزعجني كثيرا، اللي هو 1,000,000 مريض بالسكري في تونس، نجموا بمؤسسة الأوقاف اللي هي ماهيش دينية، هي اقتصادية اجتماعية مدنية، نعم، قد تساهم في تقليص، نعم، أعباء، نعم، هذا المرض، نعم، على المرضى، نعم، نعم. هذه بعض أهداف وغايات الأوقاف. مش نفسح المجال المكالمات الهاتفية. أخونا سامي من المسيرة، أهلا وسهلا بك يا سامي. عسلامة يا أخويا. مرحبا بك، أهلا وسهلا. مرحبا بك ومرحبا بالضيوف الكرام. يعيشك، بارك الله فيك. بخصوص التدخل متاعي هذا، أيوة، نطرح سؤال على السادة الضيوف متاعك. مرحبا يا سي سامي، تفضل. يندرى النظام الوقف هذا الجديد القديم المصر. القديم المتجدد، أيوة، القديم المتجدد، أيوة، هذا المبعوث، أي هو بعث من زمان ولكنه أعاد بعثه الآن للساحة الاقتصادية والتنموية. يعني درى نظام الوقف هذا النص القانوني سينص بصفة إلزامية على المواطن باش يوقف الأملاك متاعه أم بصفة تطوعية؟ به، أعطينا الإجابة على الفور يا أحمد. إطلاقا لا، هو أساسا يقوم على الطوعية والتوعية. على الطوعية والتوعية، بكلمة، نعم، واحدة نجيبك، لا مجال إلى ما ثم حتى إلزام، بالعكس هو عمل تطوعي من منطلق إيمان الإنسان بأنه يحب يرتقي بوطنه بإخوانه، نعم، يعاون الناس الضعفاء، يشجع على العلم، يشجع على الرياضة، يشجع على معناها كل المناشط الإنسانية اللي فيها بعد إنساني، سواء كان مدني أو ديني. اللي يحب يعاون جامعة يعاون جامعة، اللي يحب يعاون
مدرسة مستشفى مساكن يعطي كتب يحب يعاون حتى القطط المشردة في الشارع له ذلك ممكن يعمل وقت طبعا ما فما حتى الزام في ذلك. نمشي الخونة محمد من توزر. مرحبا بك سي محمد. وبيك يا عيشك. مرحبا تفضل سي محمد. وبيك بارك الله فيك. أنا حبيت الساعة قبل كل شيء نشكر قناة القلم وندعمها وشد ليديها. القناة ذي اللي ولت أصبحت شمعة مضيئة في سماء الإعلام الأظلم الدامس اللي قاعدين نعيشوا فيه تو. ربي يفضلك عايشك سي محمد. وشد نشد يديكم وربي يبارك فيكم وربي يعينكم إن شاء الله. طرقت موضوع الأوقاف وهو موضوع هام جدا وموضوع حساس ويندرج في ظل معناها إعادة الرؤية أو رؤية جديدة لإعادة معناها التقسيم والمال معناها في بين أفراد المجتمع. أولاً نعرف حاجة للوقف صدقة جارية مصداق لقوله من صلى الله عليه وسلم إذا مات النواب من قطع عمله من ثلاث من جملة حواجه معناها صدقة جارية. والوقف هو صدقة جارية. معناها انت مساند تماما لهذا المشروع اكيد محمد. مساند له جدا ونشد على يدين معناها المشرعين تاعنا يزيدوا فيه ومعناها وما يسموش كلام اعداء الهويه اللي يقولوا هذا اسلمت المجتمع. يا سيدي ما ثمش اسلمت. احنا يا امريكا نقرا قبيله في معناها الانترنت امريكا تو كذا كذا مؤسسه معناها علميه قاعده تعيش في الاوقات. انا نحب نشكرك. نعم واضح يا سي محمد. نشكر شكر خاص لأنه مدة البرنامج تقريبا انتهت مع التحية والتقدير ليك. كما نشكرك أنت نشكر أيضا سي كمال الصيدي اللي تنقل خصيصا من تونس باش يكون حاضر معنا في زدني علما. مرحبا بك سي كمال مجددا ومشكور على الحضور. وفي كلمة شنو تنجم تقول للناس اللي تابع فينا توا عن قانون الأوقاف ومشروع قانون الأوقاف إن شاء الله؟ والله عندي أمنية وعندي مشروع متاع أوقاف يخالج ذهني لو كان يخرج هالقانون هذا. نحب الناس المتبرعين اللي يحبوا يوقفوا بعض من الأموال متاعهم في سبيل الله أنه نعملوا مركز تجاري للفقراء والمساكين. نبدأه بواحد والأرباح متاعه نعملوا بها واحد آخر لكن المناطق النائية اللي في تونس وبالطريقة هذه نجم نبيعه للفقراء والمساكين حتى برأس المال. نعم القانون هذا لم يسن بعد إلى حد الآن. إن شاء الله يتعدى المجلس التأسيسي إن شاء الله ربي. وقتاش مش يتعدى إن شاء الله؟ والله نتمنى اليوم قبل الغدوة. سي أحمد مشكور مع التحية والتقدير على حضورك. بارك الله فيك أخي النوري وشكرا جزيلا الخونة وأستاذ أستاذنا الأستاذ كمال الصيد. وحبيت نقول هذا المشروع هذا هو باب للخير. لابد أن يقف الشرفاء وأصحاب الضمائر الحية اللي يحبوا الخير لهالبلاد لابد باش يدعموه ويقفوا معه لأنه فيه خير كثير إن شاء الله ينتظر بلادنا وينتظر المواطنين خاصة اللي يعانيوا من صعوبات سواء صحية أو مالية أو ما شابه ذلك. نعم في كلامك فيه خير وإن شاء الله يا ربي يقدر الخير لبلادنا الناس الكل. شكرا لسي أحمد شكرا لسي كمال وشكرا لمشاهدينا اليوم اللي كانوا حاضرين معنا بالمشاهدة بالتفاعل بالأسئلة بالاقتراحات بالأراء. شكرا لكم على المتابعة والإصغاء وحسن المشاهدة ومن كامل فريق زدني علما نقول للجميع إلى اللقاء.